ان شاء الله تكونوا مبسوطين ومرتاحين. معكم اونس من قناه اون ستار. شباب، السيزون الجديد، السيزون الرابع بالتحدي الاسبوع الاول. تحديات كتير حلوه وكتير سهله، اللي عنده اللعبه سهله كتير، واللي ما عنده اياها شوي بدك تعمل كلات. خلينا نشرح لكم على الملتي بلاير، اللعبه المشترك والزومبي والباتل رويال. اهم شيء شباب، هيدي الجاك للام 4 مش كتير بتنفع، حفرجيكم عليها باخر المقطع شو هي هالجاك. بصير الامفور مثل السنايبر السريعه ودمجه بصير عالي بس 15 طلقه بس. اكيد لازم تعملوا هاي لان بالويك الجاي بالجمعه الثانيه او اللي بعدها لازم تعملوا مشنات لحتى تقدروا تخلصوا وتفتحوا هيدا اللون الخرافي، فلازم تعملوه شباب. هيدا اللون خرافي، اللون الاخضر لك شو حلو. ننتقل يا شباب بالملتي بلاير. اول مهمه انا عملتهم شي باتل رويال ونصهم بالزومبي لان حسيتهم سهلين بالزومبي. فبالملتي بلاير بلعب مشترك بيقول لك شباب، اول تحدي اذبح 40 لاعب انت وعم تعمل سبرنت، تكون عندك اي ار ويكون ريكومندد يعني سلاح اي ار مفضل، وتعمل سبرنت يعني لما تزحت وتقوم تذبح واحد، هذا بيحسبوا لك اياها. شباب انتوا عم تلعبوا ملتي بلاير شوي شوي بيحسبون، ما ضروره كثير تدققوا فيها لهي، لا امرار بيحسبوا امرار، لا انتوا عم تزحت انتوا عم بتقوم ترجع بتذبح وان شاء الله بيحسبوا لك 40 قتله ل 40 لاعب. فوتوا خرائط صغيره وبيخلص معكم هذا التحدي. اما التحدي الثاني بيقول لك اذبح 20 انت وعم تعمل سلايد، لك عملت ابديت اللعبه لان كل شوي ابديت ابديت ابديت. اوكي لنرجع هون، التحدي الثاني اذبح 20 انت وعم تعمل سلايد، كمان انت وعم تزحط، هيدي انت عم تعمل سبرنت وهيدي انت وعم بتزحط انت وعم بتقوم ترجع، يعني انت وعم بتزحط تقتل تقتل هيب فاير، زحط واذبح هيب فاير وحط له ليزر للسلاح كمان يكون بسلاح الاي ار يكون ريكومندد، يعني هول الاثنين عندكم اياهم مع بعض، بتحطوا سلاح واحد اي ار يكون مفضل وبتعملوا مهمات كمان حتى اللي تحت. التحدي الثالث بيقول لك حط ستان او حط فلاش، انت عم لما يكون اللاعب معمي او من كلا ستان او من كلا فلاش اذبحه، يعني هول الثلاثه بنفس السلاح حط معك ستان او فلاش وشوف كيف بدك تعملهم. هول الثلاثه بسلاح الاي ار يكون سلاح مفضل. اما رابع تحدي بيقول لك اذبح اثنين بالسكينه ثروينج نايف، انتوا عم ترمي السكينه بس يكون مسافه بعيده، مسافه بعيده يعني عباره عن مش كتير بعيده، يعني هي منا سنايبر انتوا عم تكب السكينه بس انه تكون شوي مسافه يمكن شي 10 امتار بيحسبوا لك اياها لونج رينج، او 8 امتار بيحسبوا لك اياها مسافه طويله، او هيدي ستيك الثاني بس خليك على ثروينج نايف لان فيك تحط اثنين وفي بيرك بصير فيك تحط ثلاثه ولحالك بتشرج السكينه. فاذا بتحط اي ار بتحط معك سكاكين وبتحط ستان وبتعمل هول التحديات 1 2 3 4 كثير سهلين. اما التحدي الخامس تحدي كثير حلو، بس هون في شغله شباب بقول لك اذبح 25 having recently swapped، انت وعم بتقلب السلاح يعني انت وعم تقلب السلاح للاي ار او عم تقلب السلاح وتذبح، فما كتير تدققوا فيها، العبوا عادي حطوا سلاحين، حطوا اي ار وحطوا اس ام جي يكون ريكومندد، تاني سلاح اس ام جي ريكومندد وانتوا عم بتقلبوا الاسلحه عادي، يعني انتوا عم تلعب فيك تذبح 25 لاعب، شوي بياخذوا هولي وقت بس ما بدك تغير، يعني فيك تعمل 1 2 3 4 5 بنفس اللود اوت وتفوت على الملتي بلاير وتكملوا المهمات. اما اذا في وحده معلقه معكم مثل ثروينج نايف ترمي بالسكينه او حتى هيدي انتوا عم تقلب السلاح ما زبطت معك، في عندك هيدي سهله كمان، هيدي شباب بقول لك اذبح 20 لاعب وتحط له سكوب ايرون سايت وسلاح الماركسمان رايفل يكون ريكومندد. خليني افرجيكم بس لان في ناس ممكن ما تعرف. اوكي شكله على القديمه هيدي الملتي بلاير ماركسمان رايفل يعني السنايبرات السريعين. روح لهون ماركسمان رايفل، هيدي ماركسمان رايفل شباب يكون ريكومندد، يعني عندك هات لنشوف عندك خيار الكار اذا ما اكيد مقفله، عندك عندك السلاح الثاني عندك هيدي مثلا فيك تحطها اوكي وتحط ايرون سايت، الايرون سايت كل شيء كاتب لك ايرون سايت حديد، يعني هيدا هيدي ايرون سايت هيدي ايرون سايت حاطط لك ايرون سايت فوق كل شيء ايرون سايت يعني حديد. هول سكوبات العالي لا هيدا عندك هيدا فيك تحط هيدا ايرون سايت فيك تحط هيدا ايرون سايت فيك تحط هيدا كمان ايرون سايت، فاذا سكوبات في عندك هيدي مثلا كمان
انا افضل هايدي دايما، فيك تحطها بالهالسلاح وتذبح فيه اللعيبة وبيخلص معك التحدي. فاذا اما اخر تحدي شباب، بدك تعمل 10 متوشي، هايدي سهل كتير، يكون بقلب البارتي، يعني ما تفوت لحالك يعني سولو، انت فوت راندوم، جيب عالم، يعني دور على ماتش وجيب عالم، وتكونوا ثلاثة بالبارتي، يعني حاول العب انت ورفقاتك، او جيب عالم لجوا، مش انت تفوت لحالك وتفوت مع عالم، لا خلي العالم هن يجوا لعندك، ثلاثة او اكثر، 10 متوشة 10 مرات فوتوا وبيخلص معك هذا التحدي. فاذا هذا التحدي سهل كتير وهذا التحدي سهل، فيكم تعملوه اثنين، وحيالله وحده معلقه معكم بالاي ار، مثل ما قلنا لكم حطوا اي ار ويكون ريكومندد، وبتقدروا تخلصوا هول المهمات كلياتهم. بالملتي بلاير حلوه بس بدها تطول شوي بعد. اما بالنسبه للزومبي، انا صراحه عملت هولي كلهم الاربعه، وكان في اعمل هيدي كمان بنزله وحده، نزله وحده يا شباب، بس عملت الاربع تحديات بنزله وحده، وكان في اعمل ملي ويبن بس رجعت طلعت بالطياره. فاذا هيدي شوي زنخه، خليكم بس حقلكم اول وحده بالزومبي. الزومبي بيقول لك هون اذبح 300، تحط اي ار يكون ريكومندد سلاح مفضل اي ار، وتعمل ايم تقيم وتذبح 300 زومبي، سهل كتير. هيدي التاني بدك تذبح ثلاثة هول، اللي هيدي الدبان الكبيرة اللي بتطير اللي بتسحب الروح، بدك تذبح منها ثلاثة، بتروحوا على منطقة الإخلاء، المنطقة الصفراء بيجي منها كتير، اجي انا خمسة قتلت ثلاثة منهم. التحدي الثالث بيقول لك اذبح 200 وتكون حاطط فورس دامج بريكومندد اي ار، كمان اي ار نفس هيدا اول شيء، كمان اي ار يكون سلاح مفضل، وتعمل فورس دامج. شو هي الفورس دامج اللي ما بيعرف يا شباب؟ خليني اقول لكم على السريع بس لندخل على الزومبي، هيدي الزومبي في الفورس دامج، هي البيرك اللي بتحطها انت، الابيلتي اللي بتحطها انت، هيدي هي. اوكي انتوا هون بتنقوا، مثلا انتوا اهم شيء بتحطوا دايما الخضره اللي بتعيشوا رفقاتكم فيها، بس الفورس دامج هيدي بدك تتلجهم، يعني لما يكونوا تحلقوا من حدك تضرب اي زر R1 و R2 مع بعض بتتلج اللي حواليك وبتذبحهم بالاي ار، بصيروا متلجين تذبحهم بالاي ار. فهيدي هي يا شباب بالنسبه للتحدي تاع الزومبي. فاذا هيدا هو التالت، انا ما عملتها لانه بتاخد شوية وقت لما بتذبح 200 واحد، فاذا يعني بدك تعمل خمسة انت فهيدي بلاها اذا حسيتها صعبة. جت 100 كيل بدك تقتل 100 بالملي وابن شباب، ما تحطوا سكينة، يعني لما تدخلوا لهون هون ما تحطوا هيدي السكينة، اوكي ما تحطوا شيء، تذبحوا بالاو، يعني بضلكم الدبل او لحتى يمشي الحال، دبل او شوف زومبي ودبل او واكيد بيخلص معك التحدي، سهل كتير وحلو كتير. يعني كان فيكم تعمل، انا كان في اعملهم الخمسه مثل ما قلت لكم، بس هيدي جات طلعت بالطياره. اما هذا التحدي بيقول لك هون كمان اذبح 150 بريكومندد ويبن افتر هافينج ريسنتلي سوابت، يعني انت كمان عم تقلب السلاح، يعني انت محول لاي ار او محول لاس ام جي، انت عم تقلب السلاح اذبح ريسنتلي، يعني انت وعم تقلب بس تخلص قلب تذبح، يعني مش دغري بنفس الثانيه، يعني من بعد ما تقلب سلاحك. ففيكم تعملوها وفيكم لا، ضلكم قلبوا واوصوا بيحسبوا لكم اياهم. 150 زومبي اذا بدكم، شو بدكم فيها؟ في عندكم كمان هيدي سهل كتير، تذبح 100 اس ام جي يكون سلاح مفضل هيب فاير، يعني ما تقيم هيب فاير، يعني ما تقيم، كمان حلو كتير. اما اخر تحدي بالزومبي بيقول لك كمان اذبح 300 يكون اعمل له باك بانش، حاطط له جوهر او اعمل له باك بانش. فاذا هيدا الباك بانش وهيدا الاي ار وهيدا الاي ار وهيدي كمان الاس ام جي، فهولي بيخلصوا معكم بكل سهوله. مش هيك عم بقول، بلشوا بحطوا اي ار يكون ريكومندد، هول الاثنين سهلين كتير. عندك الملي ويبن يعني تضربه بالسلاح 100 زومبي، روح على منطقه الاخلاق الابيض دغري بيموتوا معك، ما تروح على الاصفر تعملها لان ما بيموتوا معك دغري. وعندك هول الاثنين، وحده بالهيب فاير اس ام جي ووحده تكون عامل له باك بانش. هالباك بانش لما تعمل انت عمل لسلاحين باك بانش، انت عم بتقوص هول بالاس ام جي او بالاي ار بيخلصوا معك التحدي زومبي، سهل كتير، بنزل وحده فيك تخلص التحدي اسرع من الملتي بلاير. اما بالنسبه للباتل رويال بقول لك هون يا شباب، الخريطه اوركازستان الخريطه الكبيره بتور البلاندر، فيكم تفوتوا على تور البلاندر بدكم تذبحوا 15 لاعب باربع مناطق مختلفه، اكيد بتعرفوها لما تفتحوا الخريطه بيكتب لكم عليها اول تاون لو تاون ميليتري بيز على السيتي، وفيكم كمان على السي بورت محل الباور والريزورت. فاذا هون 15 15 15 15 بتكونوا خلصتوا هون. انا هون اخر ثلاثه عملتهم انا وعم بلعب المهمات الجديده وهالاشياء هاي،
راح اشرح ارجع انا انزل فيديوهات على مهمات جديده وتحديات جديده. خلينا هلا هون، في عندك شباب هذا التحدي بدك تطلع توب 10 سبع مرات، فيكم تلعبوه كمان بالبلندر اكيد حتطلع توب 5 6 7، بتضلك تمشي حالك يعني. اما فوت كمان ريسيرجنس كمان فيك بحيلا مود، هول الثلاثه يا شباب فيكم تعملوهم. اما اول اربعه هول الاربعه اثنين بوج بعض، هول اربعه بس بخريطه الكبيره. هذا التحدي كمان بيقول لك لوت 75 صندوق، 75 صندوق هون بيحسبوا لك كل شيء، يعني لوت الكاش الصغيره تاع المصاري، الصندوق الكبير، الشنطه كمان بمركون بيحسبون كل شيء بتلوته بيحسبون. اما اخر تحدي بيقول لك كمان بدك تعمل كونتراكت، تعمل مهمات 15 كونتراكت، تروحوا شيء ريكون اعملوا ريكون اسرع من سكافنجر، انزل انت على الريكون صاحبك بيرجع بينزل عليها وبيخلصها وبتبدلوا بعض وبتقدروا تخلصوا المهمات. فاذا هو ثلاثه كثير سهلين خلصوهم دغري على السريع، ورجعوا نقوا اثنين من هولي منطقه معينه ونزلوا دائما فيها بالبلاندر. بس كنت تعملوا هول اثنين يا شباب فوتوا سولو وسكروا اللعبه لتقدروا تنزلوا بنفس المحل. كيف تسكر اللعبه؟ خليني اشرح لك اياها على السريع، هذه شغله كثير مهمه يا شباب، وحارجع ننتقل ان شاء الله للسلاح وفرجيكم عليها لهالسلاح. خليني روح على طور البلاندر، هيدا طور البلاندر، ادخلوا هون. لما بدك تدخل على طور البلاندر، هيدا البلاندر حاطين لك سكوات، شو بتعمل هون؟ بتكبس التو طلعوا تحت على زاويه الشمال، سكرتها فتحتها، سكرتها فتحتها، خليها مطفيه. بس تكون مطفيه بتفوت لحالك سولو لتقدر تنزل على نفس المكان. اوكي شباب هيدي كتير مهمه، ما تفتحوها هيك، خلوها مسكره. طيب لنرجع نشوف هالتحديات شو بعد عندنا. فاذا هون يا شباب التحديات مثل ما قلت لكم عنا، خلينا نشوف الانفور والخلطة، ما بعرف اذا الحلوة اذا حتعجبكم. في لها خلطة اوكي، انا كنت عم جربها للانفور. هيدا الانفور السلاح القديم بالام دبليو 2، الانفور كلنا بنعرف الانفور، بتحطوا الانفور هيك بتضغطوا مربع على الجان سميث بتروحوا، وهيدي هي الكت اللي هون بتقلبوا لهيدا الشيء. اوكي هيدا الشيء بصير طلقاته 50 مثل طلقة البكر، يعني دمجها كتير عالي. بس يعني ما فيكم تحطوا رصاص ولا تغيروا الطلقات، فانا بفضل هيدي اذا بدكم تلعبوها. ما بعرف اذا فيكم تحطوا مثلا سكوب عالي وتحطوا شيء برل طويل، لان للمسافات البعيده فيكم تعملوها. شوف هيك كيف صارت حلوه، وفيكم كمان تحطوا، ما بعرف اذا هيدي بيمشي حالها، بس انا بفضل لا، بفضل تحطوا لها الريلي جريب لحتى يعني مثلا مثل ريكويل وجان كيك، فيكم تحطوا هيدي واندر بارل البروين بصير. طلعوا كيف يا شباب بصير هيك ثلاث طلقات ثلاث طلقات. خلينا نحط على الدرع نشوف شو القصة فيه، اذا عملنا الدرع هيك لمسافات متوسطة يعني ما بعرف. انا خلينا نحطه طلقة طلقة، هيدا طلقة طلقة مثلا، بتعلم بتقيم هون بتحبه ما حبيته السلاح. ما بعرف انا صراحة ما حبيته، يعني ممكن يكون السلاح لبعدين منيح، بس مهم هيدا هو يا شباب، ولازم تخلصوه لان في مهمات تانية بتلحق ولازم تذبح بهيدا السلاح. فاذا شباب هولي تحديات الاسبوع الاول بالسيزن الجديد، السيزن الرابع ان شاء الله يكون استفدنا وقتها.